بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أتممنا ولله الحمد والمنة ما يتعلق بالأصل الثاني من الأصول الثلاثة، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، وحنصو رميني قيبتي لبات كتاب كني أصول الثلاثة، وهي معرفة الله، معرفة دين الإسلام. نعم، بالأدلة. بالأدلة. نعم، ذكرنا ما هو الإسلام، عرفنا الإسلام. وحنصو شقني إسلام محوية هاي إسلام بنصو تعريفني. وذكرنا مراتب الدين الثلاثة. وحنصو شقني مراتب الدين تأسد حدا. الإسلام والإيمان والإحسان. وحنصو شقني إسلام محوية هاي إيمان يإحسان. وذكرنا الأدلة عليها. وحنصو شقني محاو دليلة. الأصل الثالث من الأصول الثلاثة. أصل كسدحات يكمل كمي دوسو سدحات. معرفة النبي عليه الصلاة والسلام. قرشد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لابد أن نعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا أمور منها. وحلق مارمانا إن النبي محمد قرن عليه الصلاة والسلام وأكون أرمه. نعم، أولا أقل ما يعرف في نسب النبي صلى الله عليه وسلم، من يعرف؟ وحا وغير وحا ويان وقرشد النسب كان عليه وسلم إيا قرنيا. نعم، كنت واقف. هو محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم نعم ما شاء الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. نعم، واحد لو يركو وحو الشيقي طالب كأه نبي محمد صلى الله عليه وسلم كيسة مقعي سيأفر كيسي أبدا هذا مغليسين. نعم، كم له من العمر عليه الصلاة والسلام؟ نبي محمد عليه الصلاة والسلام عمر قيسي قوها. نعم، 63، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا ورسولا. نعم، النبي قال عمره يسوع عليه الصلاة والسلام نحن نسدح أفرتن وحي هيد نبي لماذا كهر سدح إلا واتن وحي هيد بعد النبوة. إذن هل النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي أو رسول؟ من يعرف؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام من نبي بو أهامس الرسول يا قرنية. نعم، نبي الرسول عليه الصلاة والسلام. نبي وحوها نبي الرسول بوها عليه الصلاة والسلام. أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول. وحوه الرين عسل مكسو الدقي ماذا؟ رسول الله محوها. وهو رسول. سقو الرسول الله. يا أيها المدثر، وأول ما نزل عليه عليه الصلاة والسلام وهو نبي اقرأ باسم ربك الذي خلق. نعم، وأبوه الرئي النبي صلى الله عليه وسلم كسوة دقي سقو النبي نوحوها اقرأ باسم ربك الذي خلق. الله يفتح عليك. نعم، إذن هو نبي ورسول عليه الصلاة والسلام، دعوته ما هي؟ نعم، هذا هو النبي يا الرسول أيها عليه الصلاة والسلام. ما هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلى ماذا يدعو؟ دعوتي سبحانه يهدتكم حبوكو يريكلي. إلى ماذا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لابد أن نعرف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ندعو إلى ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. النبي دعوة ذي سبحانه عليه الصلاة والسلام إلى أن ذاتك أغير نوحه إساق أغير إجري. يدعو إلى التوحيد وينذر عن الشرك. إذن لابد أن تكون هذه دعوة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من بعده. نعم، نبي دعوة ذي سبحانه عليه الصلاة والسلام وحوية رجري توحيدك وحونا أمد وقدك رجري شركك. نعم، إذن لابد أن ندعو لتوحيد الله وحلق مارمانا تكنا توحيدك وحوية رجري. نعم، إلى من بعث؟ يا الله صدري، إلى من بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم،
هم يقولون انظر إلينا يعني حتى نسأل نجيب الأسئلة اليمين. هذا اللي يصنع كذا خطأ. خطأ هذا. أي نعم. نعم. إلى من بعث؟ إلى الإنس والجن أو إلى قريش أو إلى العرب؟ إلى يا أخوانا ما حد يتكلم، والله عيب تتكلم، نبههم إن شاء الله. ولا لي الأك هذه مركز فتح تكتان يسقى شيخ الدورني عندك جواب دونت. ما أحد يتكلم. الله يري إن شاء الله. نعم إلى من بعث؟ إلى الثقلين الجن والإنس، ما معنى هذا؟ معنى هذا؟ نعم. يا الله صادري وحال الله صادري إلى الثقلين معناها نمحوها يقول الشيخة معنى